لو سألت أي حد بيحب الجوردنز أنهي أحسن جوردن بالنسبة لك، الأغلبية هتقول جوردن 1، جوردن 3 وجوردن 4. فأنت لو عايز تشتري واحد ومحتار، فأنا هقولك الأفضل من الشكل والمتانة والراحة، وطبعا المقاس الصح لكل واحد فيه، وده من خبرتي المتواضعة في السنيكرز. هنبدأ بأهم حاجة اللي هي الراحة، ودي بتعتمد على أنت هتلبس السنيكر كام ساعة في اليوم وهتمشي بيه كتير أو لأ، ولو هتعمل كده ولا واحد فيهم هينفعك، بس ده ما يمنعش إن في واحد أريح من التاني. فالأفضل من ناحية الراحة هو الجوردن 3، بعديه الجوردن 4، بعديه الجوردن 1. وده طبيعي جدا ان جوردن 1 يكون اقل واحد فيهم لانه اتصنع 1985، يعني الاحدث هو اللي بيكون مريح اكتر. طب ازاي انا قلت الجوردن 3 احسن من 4 مع ان 4 احدث من 3؟ سيبني اقولك، الجوردن 3 بيكون مريح اكتر من 4 وهو لسه جديد، بس الجوردن 4 عشان طبيعة تصنيعه متصنع ان هو يكون ماسك على الرجل اكتر، فبيكون ضيق اول ما تجيبه، بس بعد استخدامه لفترة طويلة سنة او سنتين بيبتدي يكون مريح معاك جدا لانه بياخد شكل الرجل في الاخر. وده جوردن 4 بقاله معايا 7 سنين وكل سنة بيكون اريح من اللي قبليها. فانت لو عاوز اي حاجة سريعة تكون مريحة جوردن 3، لو عاوز اي حاجة تستخدمها وهتقعد معاك وقت طويل اكيد الجوردن 4. من ناحية الشكل والأحسن في اللبس، أنا شايف إن الجوردن 1 هو أحسن واحد، بس مش معنى كده إن جوردن 3 وال 4 مش حلوين، هما الاتنين زي بعض، بس أنا بالنسبة لي شايف إن الجوردن 3 أحسن من 4 بصراحة. أنا عارف اللي هيبقى فيه ناس كتير ضدي في الموضوع ده، والحاجة اللي في الجوردن 1 أحسن منه بصراحة إن هو كل ما يقدم معاك كل ما هيكون لسه شكله أحلى، لأنه هو أول ريترو، لدرجة إن هما عملوا جوردن 1 جديد بس واخد شكل الجوردن 1 لو قعد متخزن 37 سنة. السنيكر ده جامد، شوف الفيديو من هنا. خش على المتانة، جوردن 4 حرفيا دبابة، عملت بيه كل حاجة ولسه ماسك نفسه. بس عموما كل الجوردن بتكون قوية جدا لان هو متصنع للبصمة، ما ينفعش يحصل حاجة زي دي. نخش على المقاسات، ودي بتعتمد على شكل الرجل، وكمان لو المقاس صح ده معناه راحة اكتر. فالافضل في المقاسات هو الجوردن 3، فهو ترو تو سايز، بمعنى لو انت بتلبس مقاس 44 فانت هتجيب 44 في الجوردن 3 وانت مطمن، وعلشان كده الجوردن 3 هو بيكون الاكتر مريح وهو لسه جديد، فانت مش محتاج تعمل له بريك ان او تلبسه عشان يكون مريح معاك، هو لبسه ولا لبستين بيظبط معاك. فانا شايف ان جوردن 3 بصراحه اكتر ريترو مريح. بالنسبه للجوردن 1 وال4 الاثنين قريبين من بعض من المقاس، بس للاسف مش للناس اللي رجليها عريضه. فانا ارشح لو انت هتجيب جوردن 4 بالذات حاول تجيب نص درجه اعلى من المقاس بتاعك. اخر 4 سنين نازل فيهم سنيكرز جامده جدا، وعلشان كده عملوا مسابقه ممكن تكسب منها $25,000 لو عرفت تختار اقوى سنيكر نزل اخر 4 سنين.